طيب خلينا نروح لقائمه لاعبات النادي الاهلي يا كابتن ندى، ونعرف الساده المشاهدين اللاعبات، وايضا بعد ما نستعرضهم نقول مين برضو اللي مش هيتواجد معاهم النهارده. اتفضل يا كابتن. طبعا احنا عندنا ايه الشامي ضريبه مركز 2 رقم 1، عندنا ندى وليد ليبرو الفرقه رقم 2، عندنا دعاء الغباشي رقم 3 ضريبه من مركز 4 بس هي هتغيب النهارده، عندنا مروه مجدي رقم 4 ضريبه من مركز 2، عندنا المحترفه ناتاليا رقم 5 ضريبه من مركز 4، دانا شوقي رقم 6 صانعه العاب، مريم متولي رقم 7 ضريبه من مركز 3، عندنا كابتن نهلة سامح طبعا كابتن الفريق رقم 8 ضريبه من مركز 4، شروق فؤاد رقم 9 صانعه العاب، مايا ممدوح رقم 10 ضريبه من مركز 2 و4، ساره امين رقم 11 ضريبه من مركز 4، فريده العسقلاني رقم 12 ضريبه من مركز 3 وبرده هتكون غايبه النهارده، نرمين المنشاوي رقم 13 ضريبه من مركز 3، رحمه حسن رقم 14 ضريبه من مركز 4، مي غزال رقم 15 ضريبه من مركز 3، ملك مرجان رقم 16 ليبرو، سلمى سعد رقم 17 ليبرو، فريده الحناوي رقم 21 ضريبه من مركز 4، وعندنا طبعا سهيله وفيق برده صانعه العاب هتكون موجوده معانا النهارده ان شاء الله. طيب خلينا اقول مي غزال، رحمه حسن لعيبه ناشئه صح؟ لا رحمه، لا رحمه لا انا اسف. طب يبقى مي غزال، مي وملك وسلمى وفريده. فريده يبقى هو كابتن حمدي الصافي في اربعه متصاعدين او يعتبروا شابات، مي غزال، ملك مرجان، سلمى سعد، فريده الحناوي، ودول مستقبل النادي الاهلي اكيد ان شاء الله. كابتن انجي ممكن استعرض قائمه سيدات الصيد؟ اتفضل يا كابتن. ليلى عماد صانعه العاب رقم 1، هدير يسري رقم 2 ضريبه مركز 2، سما عماد رقم 3 ضريبه مركز 4، هنا علاء رقم 4 ضريبه مركز 3، مريم مصطفى ليبرو رقم 7. مريم كانت في الاهلي، كانت في الاهلي. بنت كابتن هناء حمزه. حمزه طبعا. اتفضلي. رنا عبد الحليم رقم 8 ضريبه مركز 4، زينه علي رقم 10 ضريبه مركز 4، حبيبه زعتر رقم 11 ليبرو. في نادين زعتر انت رقم 9 نادين وحبيبه اخوات. نادين وحبيبه. رقم 9 ضريبه 4، نهى عادل رقم 13 صانعه العاب، سلمى صلاح رقم 15 ضريبه مركز 3، ندى مرجان رقم 17 ضريبه مركز 3، حبيبه طارق رقم 18 ضريبه مركز 2، ندى حمدي رقم 19 ضريبه مركز 2 و4، داليا المرشدي رقم 20 ضريبة مركز 3، آية النادي رقم 25 ضريبة مركز 2 و4. تمام.